حياكم الله في فقرة الأخبار في دقيقة، فيها نستعرض لكم ملخص أخبار تقنية لهذا الأسبوع. أبل تعلن عن حدثها الرقمي القادم WWDC 21. Honor تؤكد عودة الدعم لخدمات جوجل في هواتفها بدءا من هواتف Honor 50. هيئة USB IF تعلن عن إصدار USB-C 2.1 الدعم لقوة 240 واط. الكشف عن الجيل الثاني من شواحن أنكر مع كفاءة أكبر ب 20%. نتفليكس تخطط لإطلاق خدمة ألعاب مشابهة لأبل أركيد في 2022. مايكروسوفت تؤكد بأن إيج أصبح أفضل متصفح أداءً في نظام ويندوز 10. تويتر تبدأ بإضافة خاصية جديدة لتمييز الإعجاب الأول بأي تغريدة بأنيميشن خاص. مايكروسوفت تعلن رسمياً عن موعد مؤتمر الإكس بوكس الصحفي لمعرض E3 2021. حلقة State of Play جديدة اليوم لاستعراض لعبة Horizon Forbidden West، وهذه كانت أبرز أخبار الأسبوع.